قفزت العقود الآجلة للقمح بعدما أعلنت روسيا عن تعليق مشاركتها في اتفاق يسمح بتصدير الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود، وهي الصفقة التي اعتبرت ضرورية لتخفيف أزمة الإمدادات العالمية والسيطرة على تكاليف الغذاء العالمية. وارتفعت أسعار القمح بنسبة تصل إلى 7.7%، كما زادت أسعار الذرة بنسبة 2.8% وزيت فول الصويا بنسبة 3%، وذلك بحسب وكالة بلومبرغ. وسيؤدي القرار الروسي إلى قطع صادرات الحبوب الأوكرانية من موانيها الحيوية على البحر الأسود في انتكاسة قد تؤدي إلى زيادة تضخم الغذاء العالمي وتفاقم الجوع إذا استمر ارتفاع الأسعار. قفز معدل التضخم في منطقة اليورو مرة أخرى هذا الشهر ليسجل مستوى قياسيا مرتفعا مع اتساع ضغوط الأسعار على المستهلكين. ارتفع التضخم في 19 دولة في منطقة اليورو إلى 10.7% في أكتوبر من 9.9% في الشهر السابق، وفقا لبيانات من جهاز الإحصاء الأوروبي يوروستات. ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس في الأشهر الثلاثة الماضية، وسط ارتفاع أسعار الغاز لمستويات قياسية. في برلين أظهرت بيانات أن متوسط فاتورة الغاز المنزلي في ألمانيا زادت بنسبة 173% عن العام الماضي برغم انخفاض الاستهلاك. وقالت بوابة أسعار الطاقة الألمانية إن متوسط سعر الغاز في أكتوبر لأسرة تستهلك 20000 كيلو وات بالساعة بلغ 3726 يورو، مقارنة بنحو 1356 يورو قبل عام. لمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من أثينا الدكتور عبد اللطيف درويش، أستاذ الاقتصاد وإدارة الأزمات بجامعة كارديف البريطانية. أهلا بك معنا دكتور. يعني التضخم يزداد يوما عن يوم في الدول الأوروبية، إلى أين ستصل الأمور هناك بالرغم من التشابكات الكثيرة والمعقدة في الاتحاد الأوروبي؟ الحقيقة أنه إذا لم يتم يعني إيجاد حل للمشكلة الأوكرانية في الاتحاد الأوروبي، يعني سيصل يعني سعر الدولار اليورو بمعدل تقريبا 50 سنت من الدولار، رغم أنه قبل الأزمة الأوكرانية كان اليورو يساوي تقريبا دولار و40 سنت، وهذا يعني معدلات تضخم عالية جدا. في ألمانيا وهي درة الاقتصاد الأوروبي تصل نسبة التضخم إلى 14%. الفواتير المنزلية ليست في ألمانيا كما أسلفتم في تقريركم، إنما هي تنطوي على كل الدول الأوروبية، حتى اليونان التي لا تأخذ غاز كميات كبيرة من روسيا وتأخذها من مصادر أخرى، أيضا ارتفعت معدلات التضخم بهذا المعدل وأكثر. فأيضا عملية القلق التي خلقتها قضية القمح الآن أيضا في موضوع روسيا بعد الاعتداء على السفينة أو البوارج الروسية والأسطول الروسية، الآن أيضا معدلات التضخم ستزيد لأنه أيضا سترتفع أسعار كما هي ارتفعت من قبل أسعار الكوميديتيز أو السلع الرئيسية الاستهلاكية، فبالتالي هذا سيؤدي إلى حالة من الاضطرابات والانتخابات المبكرة في منطقة الاتحاد الأوروبي. نعم، أعلم أن يعني كل الدول الأوروبية يعني يمكن أن نقيس مدى تأثرها بالأزمة الاقتصادية على حدة، لأن كل دولة لها ظروفها ولها خصوصيتها في التعامل مع الأزمة الاقتصادية. على ذلك، إلى أي مدى يمكن أن نقول أن الأزمة الاقتصادية يمكن أن تحل أو تقترب إلى الحل بالرغم من هذه التباينات من وجهة نظرك؟ اولا يعني لحل هذه الازمه، اذا كنا نقول انه كما يدعي بعض السياسيين الاوروبيين انه يمكن حلها بايجاد مصادر جديده للغاز اولا او الطاقه او السلع، اعتقد هذه ايضا مجرد يعني احلام، لانها ايضا عمليه لا توجد بنيه تحتيه في الاتحاد الاوروبي وخاصه التي تعتمد على وصول الغاز لها او البترول الانابيب من روسيا،
لا يوجد توجد بنية تحتية، بنية تحتية لاستقبال الغاز في الموانئ في هذه الدول. على سبيل المثال ألمانيا بحاجة إلى سنوات، وهنغاريا وتشيك، وبالتالي لا يمكن تحقيق يعني حل هذه الأزمة ما دامت الأزمة مستمرة. وأيضا في حالة الحصول على الغاز أو القمح أو البترول من مناطق بعيدة مثل الولايات المتحدة الأمريكية التي أيضا خذلت الاتحاد الأوروبي ولم تزوده لا بالطاقة ولا بالقمح، أيضا يضاف إليها أسعار النقل، فتصبح الأسعار خيالية، وحالة قلق في السوق خلقت أيضا ارتفاع في الأسعار، أسعار السلع وأسعار الطاقة. فبالتالي نعم. الخزينة الأوروبية ستعاني من عملية عجز كبيرة، لأنه أيضا ستقوم بعملية طباعة للعملة، وهذا أيضا سيزيد من عمليات التضخم لتغطية احتياجاتها. فبالتالي العملية ما زامت ما دامت الأزمة الأوكرانية الروسية مستمرة، فأعتقد أن الأزمة الأوروبية ستستفحل خاصة في فترة الشتاء. نعم، وصلت فكرتك دكتور عبد اللطيف درويش أستاذ الاقتصاد وإدارة الأزمات، أشكرك شكرا جزيلا. توقع صندوق النقد الدولي أن تلقي الأوضاع العالمية بظلالها على الأفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحيث يتباطأ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للمنطقة إلى 3.6% في عام 2023. بالنسبة للبلدان المصدرة للنفط، فإن ارتفاع أسعار الخام وقوة نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي يعوضان تأثير ارتفاع أسعار الغذاء. هذا ويقدر الصندوق أن تنمو اقتصادات الدول النفطية بنسبة 5.2% هذا العام. قالت شركة البريد الملكية في بريطانيا إن أكبر نقابة عمالية في قطاع البريد، وهي نقابة عمال الاتصالات، ألغت خططها لتنظيم إضراب في بريطانيا في الأسبوعين المقبلين. تخوض شركة البريد الملكي صراعا منذ شهور مع نقابة عمال الاتصالات بسبب الأجور، حيث قالت الشركة إنها تخسر 1,000,000 جنيه استرليني يوميا بسبب الإضراب. وقالت الشركة هذا الشهر إنها قد تستغني عما يصل إلى 10,000 موظف، وحذرت من تسريح المزيد إذا استمرت الإضرابات المزمعة. وفي كرواتيا يترقب المواطنون التحول من العملة المحلية كونا إلى اليورو في الأول من يناير المقبل، بعد أن سجلت البلاد معدل تضخم بلغ 13% في شهر سبتمبر. ويعتبر محللون أن الدول أوروبا الشرقية في الاتحاد الأوروبي التي لديها عملات من خارج منطقة اليورو كانت أكثر عرضة لارتفاع التضخم. في وقت يتصاعد فيه التضخم في أوروبا وتهز رياح جيوسياسية التكتل، تأمل كرواتيا أن يجلب تحولها إلى اليورو بعض مظاهر الحماية في عالم تسوده حالة من عدم اليقين. في الأول من يناير المقبل ستودع كرواتيا عملتها كونا لتصبح العضو 20 في منطقة اليورو، وذلك بعد أن انضمت للاتحاد الأوروبي منذ نحو عقد. وفيما سجلت كرواتيا معدل تضخم سنوي بلغ قرابة 13% في سبتمبر، لم تنفك السلطات عن التحدث عن زي اعتماد اليورو للبلاد البالغ عدد سكانها 3.9 مليون نسمة. ومنذ يوليو شرع البنك المركزي الأوروبي في سياسة تشدد النقدي، فيما يحاول كبح جماح التضخم المتسارع الناجم عن ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء الذي سببته الأزمة الروسية الأوكرانية. ويرى محللون أن دول أوروبا الشرقية في الاتحاد الأوروبي التي لديها عملات من خارج منطقة اليورو مثل بولندا والمجر كانت أكثر عرضة لارتفاع التضخم. وكانت مجموعات معارضة يمينية ومحافظة احتجت على اعتماد العملة الجديدة قائلة إن الكونة تمثل رمزا مهما للهوية الوطنية، مشيرة إلى أن اليورو يفيد فقط دولا أكبر مثل ألمانيا وفرنسا. لكن محاولة أجريت العام الماضي لتنظيم استفتاء على مستوى البلاد للطعن في اعتماد اليورو باءت بالفشل. انخفض إنتاج المصانع اليابانية في سبتمبر لأول مرة منذ 4 أشهر مع تضرر شركات التصنيع بسبب ارتفاع تكاليف المواد الخام والتباطؤ الاقتصادي العالمي. أدى أكبر انخفاض في إنتاج قطاع السيارات منذ 8 أشهر، والذي بلغ 12.4%، أدى إلى انخفاض المؤشر العام. كما تراجع أيضا الإنتاج في قطاعي الكيماويات وآلات الإنتاج.